من المكذوب أيضا يا أيها الأحبة مما يرونه كتب تنقل أحاديث وقصصا كلها كذب. من هذه الكتب كتاب يسمى ألف ليلة وليلة، لعله الآن شبه مندثر، لكن بسبب انتشار الجوالات وما إلى ذلك قد يراه الناس موجودا على النت. فهذا الكتاب مملوء قصصا كاذبة خرافية وأحاديث منسوبة نبوية كلها كذب في كذب، فلا ينبغي قراءته ولا اعتماد على أي شيء فيه. من هذه الكتب كتاب آخر اسمه نزهة المجالس لرجل عالم لكنه أخطأ يدعى الصفوري رحمه الله تعالى، مملوء كتابه أيضا بالأحاديث الموضوعة. وكان هذا الكتاب منتشرا منذ مدة ليست بالطويلة، يقرؤون فيه في قصص وعظية نصائح هكذا جميلة، لكن مملوء محشو بالأحاديث الموضوعة. لذلك يا أيها الأحبة ليس كل كتاب وقع تحت يدك أو عرض عليك تقرأه وأنت مستسلم له، تسأل هل هذا الكتاب يقرأ لا يقرأ. كتاب آخر أيضا كان مشتهرا قد يعرفه بعض الناس اسمه حياة الحيوان الكبرى للدميري، عالم يسمى الدميري، في حياة الحيوان للجاحظ غير هذا، حياة الحيوان الكبرى للدميري فيه فوائد وفيه أحاديث كثيرة موضوعة.